عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى احنا هنتفرج على اخطاء موجودة في تشطيب شقة انا جاي اشطب فيها، مش انا اللي مأسس، حد غير اللي مأسس زميل ليا. بدون اي مقدمات او اي حاجة هنبص على الاخطاء الصح والغلط، واحنا كفنيين نقدر نبص نقول الصح فين والغلط فين. اول حاجة عندي خلاط الشطافة ده عامل كام حضرتك؟ 35 سنتي. الطبيعي يبقى 50 55، يبقى فوق هنا كده، ما يبقاش في الوط تحت هنا كده. دي حاجة. الحاجة التانية، هات هنا الصندوق ده كده، الصندوق دوت يعني قسما بالله اللي ركبه ما عرفش ان هو بيتشطب ازاي او شطبه قبل كده، كده جوه هنا. بص حضرتك شايف المحبس نازل ازاي والوصله جايه معصوره ازاي؟ يعني شايف العصره دي كده فيها ايه؟ لما الف وش المحبس ده، هات كده وش المحبس ده الفه كده وتبقى الوصله جايه معايا نص دايره. يعني شايف دي كده، الثانيه دي كده، ده اللي ركبه ما يعرفش ان هو في حاجه بتتقفل زي كده او الكلام ده. فلازم ناخد بالنا جامد جدا من الوصله دي كده، محبس الشطاف. طبعا احنا بنصور الاخطاء علشان ما نقعش فيها ونعملها تاني، واللي عارف يعرف واللي ما يعرفش ادي عرف. انزل تحت هنا كده هات البانيو. بص حضرتك شايف الصرف فين؟ باين الصرف معاك؟ شايف الصرف فين؟ فيها ايه لما اجيب الصرف قدام مني هنا كده اعرف اسلك الشعر منه، اشيل منه الرواسي، بيبقى الصرف قدام مني مش بعيد خالص كده وخابط في الرجل. انا طبعا الرجل لسه هنحاول نرحلها يمين او شمال. انها بص فيها ايه لما يبقى بره هنا؟ يبقى مثلا 70 من الحائط في متر 40، هيجي لك هنا كده بالظبط. يبقى ده قدام ده، بقت العمليه متاحه وماشيه معاك. يلا خش الحامل التاني. برضه نفس الموضوع، انا عندي الخلاط برضه واطي على 30 سنتي. طبعا عمرها ما حصلت ولا هتحصل ان خلاط شطاف يكون على 30 سنتي، لازم يكون 50 او 55، لازم ناخد بالنا منه. وبص عشان خاطر ده قصير رفعنا ده. برضه نفس الموضوع، هتلاقي الوصله من جوه طبعا الايد اللي كانت شغاله واحده. بص بقى الايه الكارثه والكبوه اللي احنا سبب تصوير الفيديو. بص كده حضرتك هنا، هنا الحوض وهنا وحده هتركب. طبعا بعد ما ركبنا الحوض ولزقنا بالسيليكون بتاعنا والقصه دي كلها، جينا نخرم للوحده. بص الخرم جه معانا فين؟ يعني ده مكان الخرم بتاع البونطه. من امتى؟ من امتى؟ اهو ده الخرم اهو. من امتى والبولي بتاعي بيكون على 60 سنتي؟ يعني بص كده الخرم على كام؟ على 60 سنتي بالظبط. ليه؟ يعني انا عايز افهم ليه البولي يتعمل على 60 سنتي؟ البولي معروف بيمشي على 30 40، يبقى هنا عندي خرام باني وعندي وحده عندي حوض كله لفوق. انما تمشي فوق في نص الحمام بالشكل ده كده طبعا ما ينفعش ما ينفعش. واي حد يمشي بشبكه بروبلين بالمنظر ده كده اقول لك بعد اذنك ما تمشيش بيها تاني، علشان خاطر اما تيجي تربط وحده تحط اي خرام تبقى انت عارف الشبكه بتاعتك ماشيه من تحت مش ماشيه في النص، عشان الوحده اي حاجه تعمل معاك تتعمل. وفي حاجه صغيره نسيت، وبرده بص هنا كده برده البانيو. بص الصرف ده كده بقى رايح فين هناك؟ الصرف رايح في مكان تاني خالص. يعني بص الصرف ده، الصرف بالراحه. بص الصرف داخل فين؟ الصرف هناك اهو. طب ليه ما احطوش قدام مني بره هنا كده؟ سهل صيانه، سهل اركب الطابق بتاعي فيه، سهل كل حاجه. ليه اروح بعيد خالص هناك كده واضطر ارجع لاي خطط بديله؟ ما ركبش الطابق بتاعي على طول. في برضه نسينا نقول حاجه في الحمام اللي جوه هنا كده. طبعا من اهمال صنايعيه بقى ايا كان بقى، يعني الخطا دوت يقع فيه اي حد، نقاش، سيراميك، اي حاجه، على كله اسمنت مطلعينه من جوه هنا. طبعا احنا عمالين نسلك فيها من الصبح مش عايز تسلك معانا بسبب ان في رواسب اسمنت واقفه في الماسوره من جوه هناك في النص من هناك. حاولنا سلكنا بالسيخ على قد ما سلكنا، سلكنا بالخرطوم بالسوسته الصلب، مفيش حاجه جابت معانا. فرقه شكاره ببلاش ببلاش، واحطها واكبسها، مفيش صنيع يشيلها تاني عشان ما اقعش في الكارثه دي كده. فاحنا لما بنقول يا جماعه في اخطاء فاحنا ما بنذمش في حد، الخطا لازم يتصور علشان نشوفه ما نعملهوش تاني. يعني هنا برضه هتلاقيه برضه عامل لي البولي عالي، طبعا الانسان لا يلدغ من الجحر صعبان مرتين. طبعا احنا اتلدغنا من هناك من الخرم، الماسوره كانت عاليه. لا احنا بقى هنعلي الحوض شويه، شوف انت بقى يعني ايه، شوف انت كده عشان عليت الشبكه عليت الحوض، يعني دي بتضاهي دي على دي كمان. فيا ريت ناخد بالنا، وان شاء الله يا رب نقول اعجابكم، وتابعونا على صفحه صباح شاطر على الفيسبوك وقناه صباح شاطر على اليوتيوب. شكرا.